استقبل الرئيس السيسي الحاكم العام لكومنولث استراليا بيتر كوزغروف بحضور وزير الخارجيه سامح شكري والسفير الاسترالي بالقاهره. اكد السيسي اهميه العمل على تفعيل اطر التعاون القائمه بين البلدين في مختلف المجالات، خاصه على الصعيدين التجاري والاستثماري. من جهته اعرب كوزغروف عن دعم بلاده لمصر في حربها ضد الارهاب، مقدما تعزيته في ضحايا حادث الواحات الارهابي، كما وجه دعوه الى السيسي لزياره استراليا.